الجامع مش اخر الدنيا. لا اي هتصلي هتصلي على الارض انا اهو هتصلي. عايز تصلي هتصلي في اي مكان. الله ينور عليك. صح. ايوه الله ينور. لكن اللي هيتشال بيته ده هيعمل ايه؟ هيقف في الشارع. طب هتنزل حضرتك مش عايزين بلبله. يا جماعه احنا كل الموضوع لا ضرر ولا ضرار. كلنا عايزين المصلحه العامه. هتسمع للناس اللي عايزه فتنه؟ كلنا معاها. لو هتسمع للناس اللي عايزه فتنه هتضيع الشباب ده كله. لا كلنا معاها. الشباب ده كله هيضيع. الجامع مش اخر الدنيا. لا اي هتصلي هتصلي على الارض انا اهو هتصلي. لما كنا في المحمودية لقينا 35 جامع على حرم الترع. 35 جامع. ولما جينا نشيل قال لك انت بتشيلوا جامع ربنا ازاي؟ ازاي وانت ازاي تحط جامع ربنا على حاجة مش بتاعتك؟